السلام عليكم ومرحبا بكم معايا على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم جيدة بإذن الله. اليوم ان شاء الله نتلاقاو باش هكا نحضروا واحد الوجبة اللي يمكننا اننا نقدموها للضياف. غادي نحضر معاكم الطبق الرئيسي والطبق او المقبلات وكذلك واحد الطبق كديسير. نتمنى ان هذه الوصفة هذه تنال الاعجاب ديالكم وتشاهدوا الفيديو حتى للنهاية، وما تنساوش اللي عجبكم هذا الفيديو كنتوا اول مره تشاهدوني نتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وهكا ان شاء الله تشجعوني باش هكا نقدم لكم وصفات اكثر واكثر. والان غادي نمروا باش نحضروا الوصفه ديالنا. المقادير اللي غادي نحتاجوا فيها هي عندي هنا جوج دجاجات، يمكن لكم يعني نتوما الدجاج تستعملوه على حسب عدد الاشخاص. انا هنا عندي الزبده على حسب واحد جوج معالق كبار اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ، عندي معلقه صغيره ديال الموتارد، عندي 3 ريوصه ديال الثومه، عندي نصف حامضه معصوره، هنا عندي شويه زريعه القزبر، عندي شويه ديال الابزار، وعندي السكينجبير. السكينجبير كثرت على الابزار. هنا عندي الخرقوم، عندي لي 5 بي، وعندي شويه ديال الملحه. صافي هنا غادي نمروا باش نخلطوا جميع المكونات. هنا في واحد الاناء غادي نوضعوا هذا العصير ديال الحامض، العطريه اللي عندنا، اوضع كذلك الثومه والزبده مع الموتارد. هنا غادي ناخذ الدجاج وغادي نبقاو ندخلوا فيه هاد الشرموله هادي في جميع الجوانب، وغادي ندخلوها حتى هنايا بين الجلده واللحم اللي عندنا هنايا، خاص تدخل مزيان باش ما يجيناش هاد الدجاج ديالنا باسل، يعني خاصنا ندخلوها مزيان في جميع الجوانب عندنا. حيت ولا دهنا غير الجلده من الفوق ما غاديش يجينا هاد الدجاج يعني مشرب هاد العطريه، وغادي ندهنوه حتى من الداخل. هنا نعاودو نفس الشيء بالنسبه للثانيه. صافي هنا غادي نمروا باش نحضروا الشربوله اللي غادي نستعملوها في التعمير. وهنايا المكونات اللي غادي نحتاجوهم باش نحضروا التعميره ديالنا ديال الدجاج. هنايا درت كاسون صغير ديال الرز، عندي علبه صغيره ديال الشامبينيون اللي شحرتها شويه ديال الزيت والزبده ودرت لها الابزار وشويه ديال الملحه. هنا عندي 3 ريسان ديال الثومه محكوكين، عندي ربع حامضه مصيره مقطعه، عندي شويه ديال الربع، هنا عندي الزيتون والعطريه نفس العطريه اللي استعملت في الاول، استعملت الملحه الابزار زريعه القزبر مطحونه الخرقوم وشويه ديال الابزار وشويه ديال لي 5 بي. هنا استعملت سكينجبير زريعه القزبر مطحونه الملحه الخرقوم لي 5 بي وشويه ديال الابزار. هادو هما المكونات اللي استعملت. هنا غادي نخلطهم كاملين مع الرز. وغادي نزيد لهم شويه ديال الزيت. الزيت ديالها هكا على حساب واحد 3 معالق. صافي هذه هي الحشوه اللي غادي نستعمل. هنا الرز راني سلقته السلقه، من نعمروا الدجاجه غادي غاديش نعمروها كامله، نخليو شويه ديال الخوا حيت كما كنعرفوا الرز كيتنفخ ملي كيبقى يطيب، واخا راه هنايا مسلوق شويه غادي يزيد يتنفخ لنا. الا كان عندكم الكبده تاع الدجاج وديروها هنايا تسلقوها في شويه ديال الملحه مع شويه ديال البصله وتقطعوها وكتضيفوها للحشوه كتجي احسن. انا هنا الجزار ما كانتش عنده.
كما كتلاحظوا هنا حتى الدجاج فين كنبلعوه ما كيكونش عندنا هنايا في فرنسا، ما عرفتش في الدول الاخرين، مي هنايا بعدا ما كاينش فين كان في كان هكا نشدو الدجاجه وكنبلعوها. ولهذا غادي نشدو غير بالخيط، هنا غادي نشدها غير هكا بالعموية تاع السنين، هنا غادي نشدها هكا، غادي نزيد نعمرها واحد شوية. وهنايا غادي نقوم بنفس الشيء بالنسبة للدجاجة الأخرى. ومن بعد هنا غادي نشد لها رجليها هكا بواحد الخيط باش ما تحناش من بعد في الفرن. صافي هنا بعد ما هكا عمرنا الدجاج ديالنا وبلعناه هكا كتفناه، هنا غادي نديرو اولا نديرو ورق طبخ فوق الدجاج ونغطيوه بورق الالومنيوم من بعد. وهنا الفران ديالنا خاصو يكون مسخن يعني على واحد درجة الحرارة اللي تكون عالية ما تكونش ناقصة باش هاد الدجاج ما يتلقناش هاديك الريحة. وما تخافوش ما غاديش يتحرق حيت غادي نديرو له ورق الالومنيوم. هكا غادي ندخلوه للفران على حساب انا هنا بالنسبه ليا الدجاج عندي صغير، غادي نخليه ساعه يطيب ونحيد له من بعد هاد ورق الالومنيوم باش نخليه يتحمر. الا كان عندكم الدجاج شويه كبير خليوه على حساب ساعه ونص، شحال ما كبرت يعني الدجاجه خليوها تطيب كتر. انا هنا كما لاحظتوا معايا الدجاج هنايا صغير بزاف، ولهذا غادي نخليه غير ساعه كافيه وعاد نخليه يتحمر واحد شويه من بعد. اللي مهم في هذه الوصفه هذه ان الفران خاصو يكون سخون بزاف، ما تخليوش يعني ما تسخنوش غير على 200، سخنوه على هذيك 230 يعني كامل هذيك الحراره اللي عندكم في الفران استعملوها. صافي هنا غادي ندخلوا الفران ومن بعد غادي نتلاقاو. هنايا ان شاء الله غادي نمروا باش نحضروا الديسير ديالنا اللي غادي يكون عباره عن واحد التيراميسو بحجم عائلي بدون بيض. اللي غادي نحتاجوا فيه 250 غرام ديال ماسكاربون، يمكن لكم تعوضوه باي جبن كريمي اخر. هنا عندي 4 ديال المعالق كبار ديال السكر كلاصي، معالق يكونوا عامرين، 600 مليلتر ديال الكريمه السائله والفاني. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجوا بالنسبه للكريمه. هنا في الضراب ديالنا غادي نوضعوا هاد الجبن الكريمي ديالنا، انا نستعمل تيراميسو. غادي نضيف له غادي نضيف له كذلك سكر كلاصي وغادي نضربهم حتى يندمجوا عاد نضيف لهم الكريمه. هنا غادي نضيف لها الكريمه
صافي هكا الكريمه ديالنا تكون وجدت، والان غادي نمروا باش نحضروا بقيه الوصفه. هنا باش نديروا المونتاج ديال الكاطو ديالنا غادي نستعملوا هذا البسكوي، عندي الحليب فاش غادي نغطسو، وهنايا درت هكا واحد الصينيه درت فيها المول اللي غادي ندير فيه المونتاج. هنا من كملوا هكا الطبقه الاولى تاع البسكوي غادي نمروا باش نوضعوا الكريمه اللي حضرناها. صافي هنا هكا غادي نمروا باش نسرحوها فوق طبقه ديال البسكوي ونوصلوها للجوانب باش ما يبقاولناش الفراغات. هنا غادي نمروا باش نديروا الطبقه الثانيه. دائما نغطسوا البسكوي ديالنا في الحليب او السيرو ولا قهوه، انا هنا فضلت ما نديرش القهوه. صافي هنا غادي نحيدوا هذا المول. وهنايا ان شاء الله غادي نمروا باش نحضروا السلطه ديالنا او المقبله اللي غادي نحتاجوا فيها البطاطا مسلوقه، البطراف محكوك، عندي جوج ديال العلب ديال الطون، علبه صغيره ديال الذره، هنا عندي اربعه ديال الحبات ديال البيض مسلوقين ومحكوكين، عندي جوج حبات ديال الخيزو هكا محكوكين، عندي سوغيمي، هنا عندي لافينيغريت، لافينيغريت درت فيها الموتارد الخل الملحه والزيت. صافي هذا الشيء ما درت في هذا لافينيغريت هذه. وهنايا عندي الفخوماج بلون، يعني كنستعملو هكا باش نوازن واحد شويه ما بينو وبين المايونيز، حيت ما بغيتش نستعمل غير المايونيز بوحدها. هنا غادي ندي واحد الكميه ديال هاد الفخوماج بلون. انا نفضل انني نستعمل هكا الفرماج بلون ولا دانون مسوس، احسن ما نستعمل غير المايونيز باش ما تجينيش هذيك الشيمي يدم بزاف. هنا لا فينيغريت ديالي غادي نضيف لها واحد، غادي نضيف واحد شويه هكا لهاد الفرماج بلون، كذلك غادي نضيف بهاد لا فينيغريت لهنايا الخيزو هكا ثلاثه ديال المعالق، وكذلك هنايا البيطراف باش ما يجينيش هاد الشيء باسل. وغادي نضيف هاد الكميه اللي بقات لي هنايا لو فرماج بلون. وبهاد الكميه هادي او هاد الفرماج هذا اللي حضرته هنايا غادي نضيف به واحد شويه لهاد البطاطا باش ملي نربزوها ما تجيناش حتى هي باسله. صافي هنا غادي نمر باش نربز البطاطا. بالنسبه للفينيغريت انا ضفت فيها حتى الاعشاب المناسبه ديال السلطه، نسيت ما قلتها لكمش. وهنايا غادي نمر باش نديروا المونتاج ديال السلطه ديالنا. غادي ناخذ واحد هكا هاد المول الدائري. هنا كطبقه اولى غادي نوضع البطاطا اللي عندي، كما غادي تلاحظوا معايا واحد السلطه اللي هي جد سهله. هنا غادي نمر هكا باش
نسرحها وضروري ما نعمروا هاد الجوانب هادو حيت هما اللي غادي يبانوا لنا من بعد من نحيدوا هاد المول. صافي هنا هكا ملي درنا الطبقه الاولى ديال البطاطا هنا غادي نمر ونوضع بالصلصه اللي خليناها ديال الفرماج مع الفينيغريت هكا نرشو شويه من الفوق هنا غادي نوضعوا طبقه ديال الذره ودائما نركزوا على الجوانب هنا غادي نوضعوا فوق السوريمي هنا غادي نوضعوا هاد خيزو فوق منه كذلك نوضعوا شويه ديال الفرماج هاد الفرماج الابيض اللي درنا معاه لا فينيغريت هنا غادي نوضعوا الطن وكذلك غادي نوضعوا هذا البيض اللي بقى لنا وهنايا كطبقه اخيره غادي نوضعوا هذا البيتراف اللي عندنا هكا ناخذوا معلقه ونديروا هاد السطح ديالها يعني هكا نسرحوه وهكا هاد السلطه ديالنا تجيب هاد الشكل هذا يمكننا نكتفيو بهاد القدر من التزيين او يمكننا كذلك اننا نزينوها بحاجه اخرى انا هنا غادي نزيد لها خطوط ديال المايونيز ونزيد لها شويه ديال السوريمي من الفوق انا درت هكا شويه المايونيز في الجيب الحلواني غادي نبقى هكا ندير بها خطوط كتجينا بهذا الشكل هذا صراحه يعني المنظر كتجي رائعه وحتى المذاق كتجي بنينه وكما لاحظتوا معايا يعني ما فيهاش بزاف قوه الصوالح هنا يمكن لكم تضيفوا هكا بعد حبه ديال السوريمي وصافي هادو هما الاطباق ديالنا ديال اليوم كما لاحظتوا معايا انهم فعلا اطباق جد سهله خصوصا السلطه والحلوه يعني واحد الاطباق اللي كتحضر بسرعه وحتى الدجاج راه ماشي صعيب ولا يعني ياخذ لنا الوقت كنديروه في الفران وكيوجد واحد السهوله حتى هو كذلك نتمنى ان الافكار ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وغادي تجربوهم ويساعدوكم هكا ملي تكون عندكم شي وليمه ان شاء الله
وهنايا بالنسبه لهاد الروز هذا، كان بقى لي الروز كما لاحظتوا معايا من عمرت الدجاج وخليته جانبا. من بعد ما طاب لي هاد الدجاج هذا، طلق لي واحد لاصوص في الصينيه هي اللي خديتها وكملت الطياب ديال هاد الروز، يعني ما خداليش الوقت بزاف، يلاه واحد 5 دقائق من بعد، وكيجي فيه واحد المذاق رائع صراحه. ننصحكم انكم تجربوه، واحد المذاق فيه خطير خطير جدا. وصافي، هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الوصفات هادو. وكما قلت لكم يعني في الفيديوهات السابقه، ان جميع الوصفات اللي كنقدم لكم انهم وصفات اللي كنستعمل عندي في المنزل وكناكلهم انا ووليداتي، يعني واحد الوصفات اللي ماشي مغشوشين في المقادير او اي حاجه. نتمنى انكم تجربوهم، وما تنساوش الى عجبكم هذا الفيديو هذا وكنتوا باقي ما اشتركتوش في القناه، انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. والان غادي نخليكم في امان الله، ونضرب لكم موعد في وصفات وفيديوهات وحدين اخرين باذن الله. الى اللقاء.